مش عايزين نصنف جمهور اولتراس ولا مش اولتراس، عايزين نرجع الجمهور الكوره للملاعب مره اخرى. انا شخصيا هعمل بلاغ للنائب العام. مش اي حد بقى مدرب يا كابتن. لا طبعا لن اعمل ابدا في نادي الزمالك في وجود مصطفى منصور. اسمع مصر كلها. انا بتاسف لجمهور نادي الزمالك. التعصب وعدم الحياديه بيؤدي في النهايه اللي احنا وصلنا له. احنا تعبنا يا كابتن والحمد لله ربنا كلم مجهودنا اللي احنا نحصل بطوله الدوري. هل الاهلي يستحق نادي القرن؟ اوعد جماهير النادي الاهلي بحاجه، الصفقات كلها سوبر. بنلعب كوره عشان احنا بنحب الكوره، والناس بتشجع كوره عشان بتحب الكوره. الصحافه الالمانيه بتواصل ضغطها على جارديولا.